صار سهل علينا وعرفنا شنو التكنيك والآلية. هسه رحت عرفت الجي او تي، اجيت على تحليل طلعت عندكم مو هاي المال السايدات؟ نعم دكتور. اي خوش. الجي او تي كملت، الجي بي تي، الجي بي تي بس خلينا نعرف الاسم مالته منين اجى، ولو انا هم ارجع اقول شارحها لكم، من جلوتامين جلوتامين جي بي تي الانين. لحظة انا جايب غير معادل يابا، ايه هاي الاسبارتيت، هاي انا جايب معادلة مال غير موضوع. يلا نشتغل على اللي هم حاطينها. عندي الانين وعندي اوكزالو، اثنين اوكزالو، اوكزالو اوكسو، العفو اوكسو جلوتاريت، مو اوكزالو، مو اوكزاليك اسيد، اوكسو اوكسو جلوتاريت، وعندي بايروفيت وعندي جلوتاميت. هاي الجي والبي جت من اول حرف من الجلوتاميت واول حرف من البايروفيت فسميناها جي بي، والانزيم اللي اشتغل عليهن هذا التي اللي هو ترانس امينيز، هاي وحده. او التسميه الثانيه اللي ياخذها من كلمه الانين، شلون هناك اسباكتيت اي اس، هنا الانين اي او، فاخذ الاي او ويا من ويا تي، فانتوا دير بالكم الاي ال تي التسميه جتي من الالانين ترانسفيرز او سماها على السبستريتات، اما على البرودكت او على الستارتنج ماتيريال، سماها على الجلوتاميت، الجلوتاميت وبايروفيت، الجي والبي مال الجي مال الجلوتاميت والبي مال البايروفيت والتي مال الترانس امينيز، الانزيم ايش يشتغل ينقل مجموعه امينو ترانس امينيز، او يسميها على الناتج اللي هو الالانين، فاي ال مال مختصر مال الالانين والتي نفسه هو الانزيم ترانس امينيز دا يشتغل هنا بهالاتجاه ولا بهالاتجاه، هو نفسه دا يشتغل. من اروح على البروسيجر ايضا اخذ 1 مل واحط 100 مايكروليتر، شوف قال لي 1 مل، ال 1 مل يعني 1000 مايكروليتر، فيعني 1000 ب 100 نفس الاضافات، ما ضاف مثل قبل شويه ضاف 1 ب 20، هنا الاضافه مالته 1 ب 100 اختلفت. ليش اختلفت؟ كل بروسيجر لها اضافاتها، فلذلك الاضافات انا اقول لك لا تحفظها، ما تعبك بها، يمي ما اعرف غيري يجوز يدور هاي الاشياء وهاي يعني ما مقتنع بها. الاضافات يعني كل كتو لها بروسيجر لها اضافاتها، انا شنو هسه؟ هسه انا قاعد اخليك تحفظ لي الاضافات لو اخليك تفهم لي الحسابات. زين. الان هذا نفس الشيء وهم نحط ثلاث تيوبات ونفس الكلام اللي قلناه، صارت عندك بديهيه، انت عرفت البرنسبل، اي شيء يجيك بعد تقدر تشتغل عليه وعندك تكنيك تقدر تشتغل وتطلع نتيجه. اوكي هذا واحد واضيف 100 اضيف واحد و100 يلا اشتغلت وطلع اوفر ميجر. انا ال 100 من هي؟ هاي 100 مالت السيرم مو صحيح؟ فايش اسوي؟ من اريد اضيف بعد ال 100 انا اصفها اسويها 50 ديسل واتر و50 سيرم، بس انا اضيف الذنيكه 100 واضيف الذاكه 100. 100 مايكروليتر وهكذا. اذا هاي الطريقه والبروسيجر هي نفسها بس الحجوم راح تختلف عندي. وهنا هاي خلي ارجع على هاي الكالكوليشن مالتها، هاي هنا الكالكوليشن قبل شويه قلنا الابزوربنس مالت الاس سي مال النموذج على الابزوربنس مال الكاليبريتر، وهنا تركيز الكاليبريتر قبل شويه شكل رسمناها، نطلع من هو الفعاليه او قيمه التركيز الجي او تي اللي رسمناها اي اس سي، حسابات نفسها جي بي تي. وقعدنا الالكلاين فوسفاتيز هذا لا راح محاضره الاخ ان شاء الله اعطيكم اياه ذاك لانه باضافات تختلف نفسها، بس يلا يعني طولنا هوايه. لحد الان شباب احد عنده سؤال استفسار؟